الحديث كان على مستر مانويل جوزيه في الخبر ده، وان هو كان متواجد لمؤازره اللاعبين من خلال تدريبات الفريق بالامس في استاد مختار التتش بالجزيره، واكيد تواجد شخصيه كبيره جدا ومدير فني تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي في التدريبات. وفي الحقيقه اللافته جيده منه جدا، لان هو بيختار الاوقات المناسبه واللي ممكن يكون الفريق محتاج شويه ان يشوف شخصيه زي مستر مانويل جوزيه، اللاعبين يعني يشوفوا هذا الرجل يشد من ازرهم شويه، يخليهم ان هم يكونوا عندهم الدافع والحماس في الفوز في هذه المباراه. كمان زي ما قلت لحضراتكم مش مستر مانويل بس، كمان كان متواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ودي اللقطات اللي كانت في استاد مختار التتش بالامس. ده حديث ما بين كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي، مستر مانويل جوزيه، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. اهلاوي قوي الراجل بصراحه مستر مانويل ده، طبيعي يعني الراجل بعد ما حقق كل الالقاب دي بيبين جدا، يعني في مدربين فنيين يحققوا القاب ممكن مع اي فريق، لكن ما بيبقاش في تواصل دائم ما بينه وبين النادي اللي هو عشقه بشكل كبير جدا من خلال ايام عديده وسنوات عديده قضاها داخل القلعه الحمراء. طبعا لقطات كلها مهمه، وبيسلم او بيصافح على كل العاملين حتى في قطاع الكره وفريق الاول بالتحديد داخل النادي الاهلي. تمام، كمان خلينا نتكلم على بقيه الخبر، وهو بيحذر او كمان كابتن محمد يوسف بيحذر اللاعبين من المباراه، واكيد كابتن محمد يوسف ليه دور كبير جدا من جانب الجهاز الفني بالكامل مع مستر مارتين لاسارتي، وخلاص كل اللاعبين عارفين مدى اهميه المباراه ومدى اهميه الفوز بيها والصعود لدور الثمانيه، وان ده هدف اساسي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، مش بس انك تصعد دور الثمانيه لا، ان انت ان شاء الله تاخد اللقب. الحاوي بيقترب من العوده، وده خبر جيد ومفرح اكيد بالنسبه لكل الجماهير الاهليه، خصوصا وليد سليمان من اللاعبين المميزين جدا، مش محتاج ان احنا نقول عليه لاعب مميز، هو في الحقيقه معروف بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي مدى قيمه وليد سليمان في ارضيه الملعب، الاصرار والروح الكبيره اللي بيلعب بيها، وفي الحقيقه قبل ما يتصاب كان هو احد العناصر البارزه جدا في صفوف الفريق. فبالتالي هو كان عنده اصابه في اربطه الركبه، ان شاء الله بيتعافى بشكل كبير جدا وان شاء الله هيكون لائق للمشاركة مع الفريق أعتقد كده بداية من مباراة الزمالك المصرية أيضا يوم 30 من هذا الشهر.